لقد جابهنا معا موجة عاتية من إرهاب غاشم استهدفت الدولة المصرية بلا هوادة أو رحمة، وأرادت أن تنشر الفوضى والخراب بين رباعي الوطن. وفي صدارة المواجهة كان رجال جيشنا العظيم وشرطتنا البواسل يدفعون الدم ويقدمون الروح من أجل الحفاظ على مقدسات هذا الوطن. ولكن بفضل من الله وبإرادة وطنية لا تلين وبصمود شعبنا العظيم استطعنا أن نكسر شوكة تنظيمات الإرهاب في الوادي وسيناء وعلى حدودنا الغربية، ولا زلنا نواصل هذه المعركة بلا تراخ أو ملل. السيدات والسادة، ونحن نواجه هذا الإرهاب الأسود لم نغفل أن هدفنا الأسمى وغايتنا الكبرى هي إعادة بناء الدولة المصرية دولة ديمقراطية مدنية حديثة.